مباراة القمة من الطبيعي يتفاعل معها الجميع، سواء نجوم الإعلام، نجوم الفن، زي نجوم الرياضة وزي عامة الجماهير كلهم. الحقيقة حدث بتعيشه كل الجماهير. الفنان الأهلاوي الشقي الجميل المبدع رامز جلال ما صدق في مناسبة عامة اصطاد عمرو أديب، وفين تاخد نشوف. هذه احتفالية عابرة للحدود في مهرجان تكريمي. يعني عمرو رايح هذا يحضر هذا، هو رامز في في في, في الجوي اوورد في السعوديه، حدث عالمي، ولكن الاهلي يفرض نفسه في هذا الحدث. والله كان عايز اقول له ثلاثه يا حلو. طيب على ذكر بقى الاحداث الفني، بشير التبعي واحد من النجوم اللي يعني بصم اسمه ببصمه كبيره في لقاءات القمه. لقاءات القمة الكبيرة النتائج الغزيرة تعرف فيها بيبو وبشير على طول. بشير التبعي كان له رأي في الام بي سي بعد المباراة، كان في حالة نشوفه. أنا ساكت بالعافية ومش قادر أتكلم بصراحة. يعني هتقول إيه؟ ملكوم. إيه؟ ملكوم. أنا ملكوم. أدي ملكوم. طب أنا يعني برضه يعني أنا يعني كنت جاي النهاردة برضه قلت هيبقى في سند وظهر شوية، لكن الموضوع مختلف تماما. إيه؟ إيه؟ ايه ملكوم دي؟ ما انا عايز افهم بس. ايه؟ ملكوم مش قادر اتكلم. مش قادر اتكلم يعني. طب اديني تفسير ليها، ما انا مش شايف حاجه في اللغه العربيه اسمها ملكوم. هو اللغه العربيه ولا على الماتش يا مهيب؟ خلينا في الماتش بلاش نقول على الماتش. ملكوم دي اصلا لغه المنصور. انا دلوقتي يعني انا كزملكاوي اعتبرني مش في حالتي الطبيعيه. يعني متاثر اكتر من المباريات اللي كنت بتلعب فيها؟ بشير بقول لك ايه؟ متاثر. بشير انت كنت متوقع حاجه النهارده؟ زمالك؟ ماتشات الاهلي والزمالك إيه؟ مش دايما الكويس بيكسب. طيب مش دايما الكويس بيكسب، فانا كان عندي امل على الاقل خالص نطلع تعادل. ملكوم صعب. مش فاهم. دي كبيره 3-0 في الظروف دي برضو لسه بطوله افريقيا. يعني لان الحقيقه هو ملكوم لسبب، لان كان يتعامل في الماتش بتاع الاهلي والزمالك من منظور نتيجه واحده شايفها من فوق. يعني الاهلي زمالك ايه؟ الزمالك احسن بكتير والاهلي ده فريق عادي. فريق عادي. فهو كان واصل الى مرحله ان اليقين. ففوجئ ان وده مش انت ما خطفتش 1-0 عكس سير المباراه ولا حاجه يعني. انما انت كسبت خليته ملكوم. ملكوم. طب نشوف حد مكلوم. 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 ما الاثنين مختلفين على فكره، بس نشوف راي الكابتن فاروق جعفر بقى برؤيه فنيه ورؤية خبير في التحليل. شايف الماتش ازاي؟ لماذا تفوق الأهلي في الشوط الثاني؟ لماذا تمكن الأهلي من استخدام كل أدواته وبالتالي فاز بثلاث أهداف؟ طيب الشوط الثاني شفنا نادي الأهلي حاجة تانية خالص في التنظيم، وكنا كلنا بنتكلم على نص الملعب. نص الملعب كان ليه الدور الأساسي في تطور أداء النادي الأهلي الشوط الثاني، والنادي الأهلي قدر يجيب ثلاث أهداف، والثلاث أهداف صناعة نص الملعب، وكل لعيبته خصوصا نص الملعب ادوا بشكل كويس جدا النهارده. انا بخص حسين الشحات ويانج وحمدي فتحي، الثلاثه كان ليهم دور اساسي النهارده. النادي الاهلي لعيبه كتير كانت كويسه، لكن النص كان ليه دور اساسي، كان ليه دور اساسي في تغيير شكل المباراه الشوط الثاني. شكل المباراه الشوط الثاني نادي الزمالك ما كانش موجود. طيب الاهلي استحق الفوز، والشوط الثاني احسن بكتير، وحازم بيقول لك المدرب قدر يستغل لعيبته كويس. ما هو ده برضه ذكاء مدرب او نجاح مدرب او كفاءه مدرب، انك تقدر فعلا تستحق او تختار لعيبتك بشكل كويس. الكابتن فاروق قال لك الشوط الثاني شفنا اهلي حاجه تانية خالص في التنظيم. الاهلي في تنظيم الملعب اللي اكد فيها المهندس عدلي التنظيم. لا انا قلت لك ايه؟ أشدت بدور مين؟ قفشه. هو قال لك الكل باصص على قفشه، هو اشتغل ببص العصفوره. شغلهم قفشه بتحركات معينه، وكل منتظر قفشه يستلم ويصنع اللعب. اللي كان بيصنع اللعب ناس تانية خالص، واللي كان بيستقبل واحد ما كانش موجود في الحته دي، لكن كان ياتي من الخلف مندفعا، مره من اليمين، مره من القلب، مره من الشمال. فاروق جعفر ملك النص كان رايه انه نص الملعب هو اللي كان له التأثير الكبير جدا في فوز الأهلي. يا ترى ده هيكون نفس اعتراف الكابتن حازم إمام ولا لا؟ نشوف.
مبروك للاهلي طبعا، يستحق الشوط الثاني احسن بكتير. مدرب استغل لعيبته بشكل كويس، الشغل من جوه الملعب كويس قوي. يعني عماد اتكلم على فكره حمدي فتحي النهارده، حمدي فتحي توظيفه الشوط الثاني هو ده اللي كسب الاهلي. فكره ان انا اعمل ستريتش في نص الملعب دايما واخليه هو اللي يمشي يجري مش قفشه، الفكره دي هي اللي كسبت النادي الاهلي. الثلاث اجوان هم كلهم حمدي فتحي هو اللي بيقطع في نص الملعب، فالتحرك بتاعه هو اللي عمل الخلخله دي. الاهلي اللي عمل شوط تاني ان في ناس بتقطع، في ناس بتتحرك من غير كوره، فالتحرك بتاع حمدي فتحي ده الثلاث اجوان اكيد ما عملوش الشوط الاول. فدي تعليمات كولر، ده كل ده شوط تاني، الشوط الاول ما كانش فيه الكلام ده خالص من حمدي. صح. فده معناه ان في مدرب قال لك ايه، طب انت قفشه هو اللي بيلعب الحته دي، قفشه اسمك انت وحمدي انت اللي اختارك، ما حدش هيجي معاك، كل الناس فاكره ان قفشه فبص عليه، ما حدش مدي اخوانا ان حمدي هو اللي بيتحرك. حمدي من وجهه نظره هو نجم المباراه النهارده، هو اللي فتح الامور بشكل كبير، الثلاث اجوان هو الاساس فيه. طبعا هنا معلول عالمي بيحط كوره صح مليون واحد، صح مش بيلعب على غشوميه وخلاص. فهي انا شايف ان كولر بغض النظر عن التغييرات، طريقه نص الملعب وتوظيفه لحمدي فتحي هو اللي كسب الاهلي النهارده، لان كل الناس بص على كهربا، بص على قفشه، بص على عبد القادر، بص على شحات، هو جاب واحد تاني يعني خالص. اللي هو تركات كولر هي اللي حسمت اللقاء، التركه دي هي دي التركه اللي انا من وجهه نظري هي دي اللي قلبت الماتش، هي دي اللي غيرت فتحت الماتش ب 1-0 وبعدين التاني، كل ده من حمدي فتحي. انا وجهه نظري مان اوف ذا ماتش يعني. يعني كابتن حازم، شوف ما حدش اختلف على الاداء التكتيكي في الشوط الثاني وتعليمات كولر واداء والتزام خط الوسط ودور حمدي فتحي. الكلام ده اكد عليه كابتن فاروق جعفر، اكد عليه كابتن حازم امام، لكن انا برضو يعني يوسف الحسيني يا استاذ ابراهيم يعني شفت له لقطات بيتشفى في النادي الاهلي، مش عايز تشوفه؟ عايز تطمن عليه؟ لا عايز اشوفه عمل ايه يعني. طب ما نشوف حالته عملت ايه بعد الماتش. طبعا يا جماعه بعد الفصل انا خدت حبايه تحت اللسان. مبروك للاهلي 3-0 فاز على الزمالك، مبروك ده بجد يعني. وبعدين استغليت الفرصه وخليت زملائي يورولي الهدفين اللي انا ما لحقتهمش، لحقت الهدف الاول واتفرجت بقى على الهدفين التانيين، وتحديدا التالت ده حته جول بصراحه 10 على 10، بصراحه 10 على 10. رجاله الاهلي لعبوا ماتش حلو، ده فعلا مش هزار. في البعض يقول لك كان ممكن يلعبوا احسن، احسن من كده ايه؟ دول 3-0، انتوا عايزين مني ايه تاني؟ عملوا اللي عليهم تالت ومتالت، اصل لما يلعبوا احسن من كده ايه؟ تاني 6-1 انا كده 100 فل، 6-1 كفايه مره واحده في حياتي، ما بقتش استحمل، انا داخل على 50 سنه كده كفايه. فبرافو عليهم الاهلي، يمكن في لقاء القمه 25 ما بينه وبين الزمالك 125، انا اسف ايه 25 دي، فاز كده ب 3-0. برافو، عاش، عقبالنا يا رب قادر يا كريم كده ايه نشد حيلنا باذن الله. انا يعني احنا جايبين اللقطه دي عشان فيها دعابات، انا احب بقى يعني احب الروح دي، يعني ما خدش الامور بشكل ماساوي، و يعني سكه عمرو اديب بطريقه مختلفه، انه يهزر ويحيي الاهلي ويديله حقه، وده مطلوب، مطلوب يا جماعه، هي دي الرياضه، انك تتحمل الهزيمه وتقبل الانتصار. بس هو المره اللي فاتت كان بيحفل قوي ويضرب تعظيم سلام وحاجات كده، فكان لازم الثلاثه سكتوه خالص. الحقيقه احنا اهتمينا نشوف راي كبار نجوم الزمالك، من باب اولا الراي المنافس دايما الراي اللي يعتد بيه، وثانيا هي دي الروح الرياضيه، انك انت تسمع راي واحد قيمه كرويه زي الكابتن فاروق جعفر، تسمع راي حازم امام، تشوف حاله بشير التبعي عامله ازاي، تشوف راي يوسف الحسيني.